السلام عليكم. ان شاء الله صراحة نبلش في شرح تشابتر 6. تشابتر 6 ان شاء الله ما راح ياخذ منا وقت. تشابتر 6 بيقولنا عن انه احنا نوجد اي بديل افضل بناء على الانوال وورث اناليسيس. بحكي لي بكل بساطه انه احنا الانوال وورث اناليسيس بنستعمل ال 1 لايف سايكل كوست. هسه كلمه 1 لايف سايكل كوست، بس بكل بساطه بتتذكروا لما كان عندي 3 و6 سنين كنا نكرر هذا، فقول لي يابا، بقول لك احنا ما في داعي نعتبر انه عندي 2 لايف سايكل كوست اني ارجع اكرره مره ثانيه. هاي 1 سايكل، هاي ال 1. فهذا المشروع اعتبرته وكانه ايش؟ 2 لايف سايكل كوست. فانا ما بدي هذا الاشي، ما في داعي له يعني. فبما معناه انه احنا بنشتغل دائما على 1 لايف سايكل كوست. يعني بتقول اذا كان 6 خلي 3، بقول لك لا، انت المشروع ما في داعي تطبق اصلا مضاعف مشترك اصغر، او ما في داعي تطبق ستدي بيريود اصلا، تمام؟ فبالتالي انت هون بتحسب الانوال وورد زي ما هو. طيب هسه مثل ما حكينا بالسابق الماضي، البي كوست والاس سالفج والاي انوال. فعندي مثال هون، شو بقول لي؟ بقول لي ان اسيت هاز ا فيرست كوست 20000، انوال اوبريتنج كوست 8000، والسالفج فاليو 5000 بعد 3 سنوات. كالكوليت انوال وورث فور 1 اند 2 لايف سايكل. يعني بده يحسب لي لانه انا عندي 1 لايف سايكل او 2 لايف سايكل. فانت شو بتسوي؟ بكل بساطه طلع الانوال وورث. بكل بساطه ال 20000 هي فيرست كوست، فهي بريزنت، فبتصير بدي احولها للانوال. الانوال بقول سالب 20000 في A given B، ال I اللي معطيني اياها 10، وال N اللي هي عدد السنوات اللي هم 3. هسه ال 8000 هاي انوال جاهزه، فيش داعي احولها، بضل سالب 8000. والسالفج فاليو اللي هي 5000 مضروبه في A given F 10 ب 3. هذا اذا كان ايش؟ بدي الانوال وورث ل 1 سايكل. طيب بس اذا بدي الانوال وورث ل 2 سايكل، نفس هذول، بس شو بفرق عندي؟ بدل هاي بحط، او مش بدل هاي بحط 6، لا بنركز هسه ل 2 سايكل عندي السالب 20000 بدها تنتقل ل A given B ل 6 سنوات، والسالب 8000 هاي ما ليش فيها. بعدين سالب 20000 ل B given F 10% 3 سنوات. بعدين شو عملت؟ ضربتها ب A given B. اوكي، ما احنا عارفين انه لو قلنا ل 2 سايكل هاي ال 20000 الاولى، بعدين هاي عن سنه 3 ولا سنه 6. فانت اجباري هون في عندي سالفج فاليو، قديش سالفج فاليو معطيني اياها؟ 5. فبالتالي اجباري انه انا عندي هون صار في كمان 20000، ما انا عملت تكرار. وهون اجباري انه صار عندي 5000، وهون عندي الانوال كامل اللي هو A واللي هو 8000. بس هون بدي اجي احل بنفس الطريقة، بدي اعمل الانوال وورث راح يكون ال 20000 هاي 6 سنين، وال 20000 و 5000 محصلتهم 15000 لتحت تتحول، بنقولها للبريزنت بعدين بعملها A given B، او بنقولها للفيوتشر وبعمل A given B، وال 5000 هاي مباشرة A given F ل 6 سنين تتحول. يعني شابتر 3 انت خلص كل اللي عليك كشف الدياجرام او شفت لون الاناليسيس. ايوه اخر واحد استعملته A given F مباشرة، ليش استعمل هاي؟ بالتالي بيطلع معي نفس الجواب الانوال وورث، سواء كررت ولا ما كررت فهي هي نفس الجواب. عشان هيك ريح راسك يعني بالسوالف هاي. طيب انه ما فيش داعي تعمل تكرار لو عندك اكثر من بديل والى اخره. طيب هسه بدنا نحكي عن شيء اسمه الكابيتال ريكفري والانوال وورث. طبعا بدك تعرف شغلين انهم يعني بتشكوا لكم نفس الشيء، يعني هي زي لعبة الاولاد الصغار. هسه كابيتال ريكفري لحاله شو بيقول لك؟ بيقول لك هو عباره عن حاصل الانوال وورث. كابيتال ريكفري هو حاصل الانوال وورث اللي ناتج عن السالفج والبريزنت. بس عندك سالفج عندك بريزنت، بدك تطلع له بدك تطلع له ايش؟ بدك تطلع لهم انوال. طب اذا بدك الانوال كامل للمشروع، بتقول هو الكابيتال ريكفري زائد انوال. طيب مثل ما قلت لك هي لعبه اولاد صغار، يعني انا عندي هون بريزنت، عندي هون انوال، وعندي هون سالفج. شو بتسوي بهاي؟ هاي بدك تنقلها لانوال بتحولها ل A given F، وهاي البريزنت بتحولها ل A given B، فبيطلع معي انوال. هذا الانوال سموه كابيتال ريكفري، سي ار اسمه، سي ار سموه سي ار، واللي هو الانوال ناتج عن هاف والانوال ناتج عن هاف. طبعا واحد سالب
واحد موجب. طب اذا بدي انا والكورث للمشروع، راح تقول لي هذولا يوم الكابيتال ريكفري زائد الانوال الاصلي، طبعا راعي الاشارات. فهي نفس الاشي، فانا لو اجي اقول لك حل اوجد انوال واث راح تحل طبيعي، ولكن لو طلب مني مخصوص كابيتال ريكفري راح احل اوجد الانوال وكانه عندي بس سالفج وكانه عندي ابريزنت. فهو نفس الاشي قاعد بقول لي في عندي مثال، المثال اللي قبل لو بدي اوجد له احله على الكابيتال ريكفري، بحل اول شيء طبعا على فرض انه 1 سايكل، بطلع الكابيتال ريكفري اللي هي سالب 20000 في اي جيفن بي زائد 5000 في اي جيفن اف. فالكابيتال ريكفري قد يطلع معي سالب 6 5 3 2. بس لو بدي الانوال وورث كامل بجمع له مين الانوال اللي بالمساله اللي هو 8000، فبيطلع معي الجواب هالقد. طبعا جمعت كاشاره يعني سالب 6000 وعندي 8000 كوست، فهي سالب سالب سالب، هي سالب 14. هسه طبعا نفس الشابتر اللي قبل، اذا كان عندي بديل واحد بختار انوال موجب، اذا اكثر من بديل بختار له اعلى من قيمه. فهون يعني الصراحه ما في داعي احل كل نفس الاسئله، انه هون الفكره انه هذا عندي مشروع فيرست كوست له 30000، انوال اوبريتنج كوست اللي هي اي او سي 18000، والسالفج 7000 بعد 4 سنوات، الواي 50000 16000، والسالفج 6000 بعد 6 سنين. فهون بقول لك مين بدك تختار بناء على انوال وورث. انت هون ما في داعي تعمل ليست كومون فاكتور، تقول لي والله هي 6 هي 4 تخليهم 24. بقول لك لا عمي، صح، ما فيش داعي تكرر، انت هون انوال وورث فبتحل طبيعي، وهذا الجواب هو الافضل. وهون نفس الاشي عندي تو كاش فلو، بقول لي حل بناء على ايش؟ على انوال وورث. The cash flow for alternative represent two life cycle of A. يعني alternative A هو نفس alternative B، ولكن alternative A هو نفس B، ولكن B هو two cycle. ركز أصلا، طلع المنحنى، هاي 5000 هاي 5000، هون 1000 هون عندي 4000، واللي هي حاصل 5000 ناقص 4000 أو 1000 ناقص 5000، والخمسة وعشرين هي 25، والألف هاي هي السالفج المكررة. قاعد بقول لك حل، طبعا هو بسبب التقريب فطلع الجواب مختلف. تمام، بس إن هي كل الفكرة. لا ما خلصت الشابتر طبعا، هو خلص بس أعطيكم فكرة مهمة كثير. دقيقة بس، أوكي يلا نبلش. في عندي هون، عندي هون فكرة وكأنه عندي أنا كابيتالايزد كوست، أو ليش أقول كابيتالايزد كوست؟ يعني عندي إنفينيتي وبدي أحل على النول وورث أنيسيس. في فكرة كثير ممكن تخطر لبعض الطلاب وممكن لا، نقول له يلا بدنا نحل. يقول لك كومبير ذا الترناتيف بناء على انوال وورث اذا الاي 10%. اوكي بتوجد الانوال لهاف، بتوجد الانوال لهاف. اوكي بتقول لي هذا مدته 5 سنين، سهل جدا. الانوال له سالب 50000 في بي جيفن اي، خلص تحول سالب مده 5 سنين السنوات، والسالب 20000 هي انوال جاهز فيش داعي اضربها بشيء، وال 5000 هي سالفج بحولها لاي جيفن اف، خلصت وراحت. يقول لي ياي ممتاز. نيجي لهاف الالترناتيف دي، قال لي في عندي فيرست كوست سالب 50 250، انوال سالب 6000، سالفج فاليو 75، واللايف ييرز انفينيتي. اها وقعنا في المشكله، واللي هي بكل بساطه بكل بساطه اول شيء قلنا هاي الفيوتشر نمتحها، لانه انا ما بعرف وين هي. لو قال لي انها كل سنتين او كل ثلاث بحولها، صار عندي هذول الثنتين شو اسوي فيهم؟ بس احنا بدنا نوجد انوال وورث، فالسالب 9000 هي انوال جاهزه بتضل زي ما هي، ولكن بتضل بريزنت. في بريزنت هاي شو بدي اسوي فيها؟ يقول لك عمي تعال صحصح، احنا قلنا البريزنت اصلا اللي هو الكابيتالايزد كوست كان عباره عن الاي على الاي، فبالتالي لو اعتبرت هاي بريزنت وورث هي كابيتالايزد كوست كونها انفينيتي، فبقدر اقول الاي شو بتساوي؟ البي ضرب الاي. هاي هي كل الفكره. فالسالب 250000 بضربها في اي تعطيني الانوال تبعها، عشان هيك تلاقي هون حط لك سالب 250000 ضرب الفائده 0.1 سالب 9000. بس هي هي كل الفكره يعني. طيب لايف سايكل كوست نفس الفكره يعني، بس عندي هون اكثر من لايف سايكل كوست، يكون عندي اكثر من شغله يعني اكثر من تكلفه. مش موجود مثال عليها صراحه. اللايف سايكل كوست نفس الشيء يعني، بس انه تاخذ كل الدفعات على كل المشروع. لايف سايكل كوست انكلود اول اوفر بروجكت لايف سبان، يعني كل المشروع شو في شغلات بناخذهم يعني ما تقطعش،
هاي بما معناه ما فيش اصلا، قلنا هذا الشابتر ما في اي تقطيع او اي شيء. وهيك ان شاء الله انتهى شابتر 6، نشوف اذا في شيء دوسيه. لا انتهى شابتر 6 ان شاء الله ما في اي مشاكل. فضلنا شابتر 16، شابتر 16 و13 و13 مش شرح في الدوسيه، ان شاء الله راح اشرحهم الكتاب غالبا. فشابتر 16 جدا سهل ما في اي شيء، بنحكي عنه المره الجايه. يعطيكم الف عافيه.